اليوم يا إخواني الكرام رح أحكي لكم عن نظام التفكير وكيف هو بيأثر بشكل كبير في حياتنا. لما رب العالمين خلقنا ميزنا عن الملائكة وعن الشياطين إنه إحنا بشر عنا عقل وعنا طريقين، طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم. رب العالمين أرسل لنا رسل وأنبياء عشان يعلمونا ويمشونا على منهج صحيح ونظام صحيح، بس احنا بنوقع في أخطاء كثيرة في حياتنا. حياة المواطن العربي باختصار أكثرها عبارة عن جلد للذات وشكوى وتذمر، وعايش في عقلية الماتريكس، عقلية المصفوفة الأفكار الجمعية، عايش في العقل الجمعي، في العادات والتقاليد. الأبو بده ابنه يطلع زي ما هو، زيه نسخة طبق الأصل، ما بده يطلع مخالف للعائلة. ودائما ممكن بوجه له رسالة بقول له يا ابني خليني أرضى عليك وأعمل هيك وهيك وهيك. حتى الأبو نفسه بتلاقيه جاهل في معنى الرضا. ممكن الأبو يطلب من الولد طلب ويكون مخالف لشرع الله، مخالف لسنة الله، مخالف لقوانين وسنة الكون، على أساس أنه هذا العمل صحيح ولا غلط. مقياس الأعمال إحنا بالنسبة لنا كمسلمين هو بما يرضي رب العالمين. فأنت يا أبو ويا أم دائما حاولوا لا تقيسوا أعمال أطفالكم على سلوككم أنتوا بس، لأنه لو قستوها على سلوككم أنتوا بس رح يطلعوا أبنائكم نسخة عنكم. فأبنائكم ممكن يطلعوا أشخاص متميزين. ممكن أنت بدك ابنك يطلع طبيب، بس ابنك عنده قدرات يطلع مهندس ويطلع مخترع ويطلع عالم. أنت بالطريقة هاي بتحبط ابنك وبتدمر مستقبله. بالإضافة أنه إحنا في وطننا العربي عندنا مفاهيم العار والشرف وأشياء كثيرة جدا ممكن تتعارض بعضها مع مفاهيم الدين، وممكن تتلاقى. أنا ما بحكي أنه كل العادات والتقاليد غلط أو كلها صح، لكن صار عن العادات والتقاليد عندها قدسية لبعض الناس أكثر من الدين، وصار عندنا مفهوم القبائل ممكن أنه يكون أقوى من الدين، مع أنه إحنا عندنا مصدر للتشريع، مصدر اللي هو الإلهي، القرآن والكتاب والسنة. فليش إحنا منخلي العقل الجمعي يسيطر علينا؟ حياة المواطن العربي باختصار بتلاقيه بيقوم الصبح على الأخبار، على الجريدة، بيشوف الحوادث، بيسمع أخبار الوفيات، وبيسمع الأخبار العالمية، فبشعر إنه هو في حياته في خوف، بشعر إنه عبد للوظيفة، لازم يقوم من الساعة كذا للساعة كذا. وبتلاقيه بعامل المحيطين فيه بتوتر وخوف وقلق لحاجات الحياة، بتلاقيه غير مبتكر لأنه هو عايش في نظام حياة زيه زي غيره. وهي عبارة كتير بتنتشر، يما ليش بدك تعيش زي غير الناس، عيش زي الناس. وللأسف هاي العبارات برمجتنا على أنه إحنا نعيش في العقل الجمعي، نعيش في إطار معين محبوسين فيه. وبتلاقيه برجع المساء على قهوة، على أخبار، على مسلسلات كلها حزن وكلها قتل وكلها دموع وكلها أسى. فبتلاقي المواطن العربي حياته عبارة أكثرها عن شكوى وتذمر، لأنه هو عايش ضمن إطار معين، مع أنه إحنا الكون كلياته مسخر إنا، رب العالمين سخر السماوات والأرض إنا، بس إحنا حبسنا أنفسنا بأنفسنا، وإحنا ما أخذنا الحرية، أصبحنا عبيد لأنفسنا ولزوجاتنا ولأطفالنا وللوطن وللكون. بدل ما يكون الكون هالطاقة هاي كلها مسخرة إلي، وأنا أكون الإنسان اللي أنا بزود من هاي الطاقة، بعطي بقدم، ممكن أنا أكون نور للأشخاص الآخرين بدل ما أكون ظلام. ممكن أنا بدل ما أمشي بالشارع وكب النفايات زي ما بحدث في وطننا ونعتمد على رجال النفايات، أكون أنا مساعد في النظافة، أكون أنا محافظ على نظافة الطرقات والشوارع، أحمي أخواني من الحوادث في الطرقات، لأني أنا جزء من هاي البيئة اللي أنا بعيش فيها. أنا جزء لا يتجزأ. لما أنا أفكر في هذا الكون إنه كله رب العالمين إلي، مش أخرب بالسويد وأخرب ببريطانيا وأخرب بفرنسا على أساس العقل العدواني، أفكر إنه هاي الدول كلياتها هي صنع رب العالمين،
ورب العالمين سخر كل الكون. انت لو تنظر الى الكون من السماء ما بتشوف الخرائط، ما بنشوف الحدود، ما بنشوف كل شيء، بنشوف عالم واحد. فياريت نفكر بتفكير منطقي، لوجيك، نرجع للمصدر، نرجع للتفكير والأفكار والتعابير، ونعيش حياة سعيدة للجميع. أتمنى للجميع يوم سعيد إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رائد من استكون.